بس يا نيت، انتي هتفضلي واقفة كده كتير؟ بتقولي ايه؟ بقولي اللي واخد عقلك، يلا غيري هدومك عشان نلحق نتسحر ونريح بدلنا. طب رايح حضري السحور. مالك بتبصيلي كده ليه؟ رايح حضري السحور وانا هحصلك. نعم. قوليلي يا روما، ايه رأيك في اللي بيحصل ده؟ رأيي؟ رأيي في ايه؟ اهو كله زي كله، ناس وبتتسلى. لا، المرة دي مش كده. ازاي يا عيون روما؟ حاسة انه حاجة تانية. اشمعنى؟ كلها زباين، عينيهم في وشهم ومبحلقة شبرين، جايين للفرح وساعة الحظ. يلا 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 وارمي ورا ظهرك، كلهم صنف واحد. بس اسمه حلو قوي، روحي. احنا هنستنى كده كتير يا عم؟ ده زمانها اتسحرت ونامت من بدري، يبقى الوقفه دي لازمتها ايه؟ صح، ملوش لازمه، لا كان له لازمه ولا كان له عازه من اصله. هو ايه اللي بيحصل ده؟ احنا مش صغيرين يا سيد يا مولى. الله الله، انت هتقلبها نكد ليه؟ نكد ايه يا شيخ؟ انا ما عملتهاش وانا عيل صغير، لا عمري كلمت بنت ولا ست ولا شفت غير مرتي. اجي وانا في السن ده وعمل زي العيال الصغيرين. ما انت لو عملتها وانت عيل صغير وعشت حياتك ما كنتش عملتها دلوقتي. لا، لما كنا عيال وكنا شباب ما كانش قدامنا غير الشجا والمعافره في الاسواق. سرقتنا الايام يا سيد، نيجي دلوقتي وندور على اللي اتسرق منين؟ يبقى قله عقل، ما ينفعش. ايوه بس دي حاجه تانية، دي بيت خلعه. كفاياك يا سيد يا مولى، خاف من ربنا، خاف عليا يا اخي. مش قادر تقاوم، معلش، ما هو التيار جامد وبعدين جاي على كبر. انت عارف وقاني في قصر ثقافه الانفوشي؟ بطل حكايه الانفوشي والكمبوش دي، هتودينا في داهيه بالموال بتاعك ده؟ بيه، مش عاوز تبقى البطل وهي الفيديت؟ لا، حتى لو قالوا لي بجفريت شوقي ما عاوز.